الهدف منه ابطال سياسه الاعتقال الاداري الاسرائيليه. احنا بنتحدث اليوم من ناس المضربين، في ناس اللي صار لهم 7 و6 و8 سنين، 8 سنين ونص في الاعتقال الاداري. الاعتقال الاداري هو وضع شخص في سجن بدون محاكمه، بدون بينات، بدون عرض البينات امامه، بدون امكانيه ان يناقش المحامي البينات التي تعرض له. الادعاء الواحد والوحيد ضد المعتقل الاداري انه في هناك بينات سريه لا يمكن كشفها، والتي تعطي مصداقيه لوضع هذا الشخص في السجن من اجل ردعه في المستقبل. حكومه اسرائيل اكتشفت قوه الاضراب عن الطعام للمعتقلين الاداريين، وخاصة انه هذا الاضراب للطعام بلش ياخذ زخم محلي ودولي، وبلش الحديث في العالم ومحليا عن سياسة الاعتقال الاداري. فهناك كان يبدو انه واضح انه في تخوفات للحكومة الاسرائيلية من استمرار الزخم في هذا الاضراب، فتلجأ هي للقانون ولتقديم اقتراح قانون من أجل التغذية القصرية. التغذية القصرية وفقا لأبحاث كثيرة طبية قد تؤدي بنفسها عمليا لقتل ووفاة المضرب على الطعام. إسرائيل تريد أن تستخدم هذا القانون لأنه لا يمكن أن يكون اغتصاب من هذا النوع، أن تدخل إلى الجسد في فترة حرجة جدا طبية، عمليا فترة حرجة طبية بمفهوم أنه إضراب عن الطعام يؤدي إلى جسم هزيل ومعارضة المضرب بدون أن يكون هناك استخدام قوة للتغذية. لا يمكن لإسرائيل أن تستعمل ذلك بدون قانون. عملية إسرائيل تقول نحن مسؤولين عن الأمن في السجن، نحن مسؤولين عن أمن الشخص وسلامته داخل السجن، لذلك من أجل إنقاذ حياته بدنا نستخدم التغذية القصرية. واضح أنه هنا الجانب التغذية القصرية هو كل واحد يعني بيقدر يفهم أنه غير نابع عن اهتمام إسرائيل في حياة الفلسطيني، حياة المعتقل الفلسطيني، ولكن هي عملية لضرب آخر محطة للمعتقل الفلسطيني الذي يستطيع من خلالها الاحتجاج على سياسة قمعية.